كان المكان بقديم الزمان، كان في ولد وكان ساكن مع أمه وأبوه. كانوا ساكنين وكانوا يحبوا بعض كتير كتير. بيوم من الأيام صار إشي مش حلو. أهله لهالولد راحوا سافروا بزيارة، وهن مسافرين عملوا حادث بالسيارة وما رجعوا عند الولد، والولد ضلوا ساكن لوحده وما عنده حدا. بس عمه حب يساعده وقال له تعالوا بتسكن معي وهيك أنا بربيك. الولد كان يضله حزين لأنه اشتاق لأمه ولأبوه وما كان يشوفهن كتير وما حيقدر يشوفهن هلأ بالمرة. بس كمان عمه ما كان كتير منيح معه، مرات كان ما يسأل عنه كل نهار. عمه كان صياد مشهور كتير، يروح ويصيد بالغابة حيوانات برية، كان يتركه كل نهار ومرات حتى كل الليل لوحده بالبيت وما عنده ولا أي شي يعمله. مش بس، كمان مرات كان يعصب عليه ويصرخ عليه وما يعطيه أكل، يعطيه شوية أكل، ولا مرة رتب له تخته أو غسل له تيابه. فالولد كان لازم ينظف كل شي لوحده ويرتب أغراضه، ومرات كان ينام على القش لأنه كان أدفى من التخت اللي هو كان معطيه. بس الولد كان أهله مربينه كتير منيح، أمه وأبوه علموه أنه لازم يكون مهذب ولازم يقبل وما لازم يخالف الناس الكبيرة ويتخانق معها. فهيك كان عايش، بس ولا مرة كان مبسوط، كان دايما حزين. كان يجرب يلاقي أصحاب، بس عمه كان ساكن بالبيت حد على طرف الغابة وما في حدا هناك ساكن، بس هو وعمه. وعمه كان يروح يصيد ويرجع ويجيب معه حيوانات ميتة، وكان يخلي الولد يساعده ينظفها. بس الولد كان يحب الحيوانات كتير وكان يشفق عليهم، كيف انه هيك ميتين ومقتولين، وما يفهم ليش عمه هيك بيصيدهم وبيعذبهم وبيأكلهم أو ببيع ريشهم أو ببيع جلدهم. كان يزعل كتير. في يوم عمه للولد كان شوي غريب، كان يتصرف معه غريب، والولد حس في إشي مش طبيعي. بس كيف ما أنا قلتلكو الولد كان كتير مهذب، ولا مرة حكى ولا أي شي. هيك بساعات الظهر أجا عمه وقال له تعال أنا بدي منك تساعدني وتيجي معي على الصيد، أنت والكلاب اللي عندي بتساعدوني أصيد اليوم الحيوانات، في سمعت كم دب بقلب الغابة اللي بدهم اصطياد. الولد ما كان يحب الصيد، بس كان كتير يحب لما عمه يحكي معه، فقال له أنا بدي أجي معك، خدني معك. عمه قال له طيب البس أوعيك ويلا امشي، ودفشوا وطلعوا. راحوا مشيوا على الغابة عشان يروحوا يصيدوا. وهن ماشيين العم كان كتير قاسي مع الولد، يقول له امشي يلا انت بطيء هيك، ليش دايما هيك بطيء، الكلاب اللي معي احسن منك، ويدفشوا ويسرعوا ويصرخ عليه. بعدين طلعوا هيك ووصلوا لمغارة. هاي المغارة كان بابها مفتوح. العم قال للولد اسمع يا ولد اسمع، بدي منك تفوت على هاي المغارة وتطلع كل الحيوانات الصغيرة وأنا بصيدهم لما يطلعوا لبرا. الولد خاف شوي بس رجع قال طيب حاضر حاضر، ودخل على المغارة وصار يفوت لجوا. كانت عتمة وشوي بتخوف، بس هو ما بخاف، فات لجوا وصار يتطلع بقلب المغارة شوف فيه، بس ما كان في شي. بس فات لجوا كثير كثير عميق بقلب المغارة، سمع صوت حجر كبير عم بيزيح وسكر باب المغارة. الولد خاف كثير وقال عمي يمكن في حجر وقع على الباب وأنا رح أعلق بالمغارة، خليني أطلع ساعدني ساعدني. بس عمه هو اللي سكر الباب، سكر المغارة بحجر كبير عشان الولد ما يطلع منها، وتركه وراح. الولد صار يبكي ويخبط
والعمي أنا ما بدي أعزبك خليني أطلع وحياتك أنا ما بدي أضل هون. وصار يبكي وصار يبكي ويبكي ويبكي الولد كتير، وقام هو يبكي قعد بالزاوية وعبط حاله ضم نفسه وقرب حاله على جسمه وصار يقول ليش هيك عم بيصير معي؟ وينك يا أمي؟ وينك يا بيي؟ وصار يغني لحاله ويبكي ويبكي لحد ما نام وغفي ونام نام 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 لوحده بالليل بقلب المغارة اللي كلها عتمة وبرد ومي. بعد فترة الولد سمع أصوات عم بتعمل أصوات غريبة على طرف المغارة على الصخر. خاف كتير 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 وخبى حاله وغمض عيونه. بعدين فجأة حدا شال الحجر الكبير من عن باب المغارة. الولد قرب لهيك على الباب على الفتحة وشاف عيون كتير عم تتطلع عليه، يمكن فوق 20 عين عم تتطلع عليه من برا. فهو قال خلاص من شان الله ما تأذوني ما تأذوني ما تأذوني أنا ما عملت شي. بعدين صارت العينين تضحك فهو بطل خايف، قال مين انتو؟ قالوا له اطلع بتشوفنا. فراح طلع الولد وشاف كل حيوانات الغابة واقفين على الباب وكلهم عم يضحكوا له. الغزال قال له ما تخاف نحن هون عشان نساعدك، احنا عرفنا شو عمل عمك الصياد واحنا ما منحبه ولحقناه لوين حطك، وهيك عرفنا انك انت هون سمعناك عم تبكي وفتحنا لك عشان نحررك. الولد قالهن شكرا كتير بس انا مش عارف وين بدي اروح، انا ما عنديش ولا حدا تاني غير عمي، شو بدي يصير فيي؟ بعدين الحيوانات قالوا له ما تخافش انت بتقدر تضل مع حدا منا واحنا منربيك وبتعيش معنا هون بالغابة، منعلمك كيف تاكل وكيف تكبر وكيف تتعلم. هو هيك فكر قال مين يعني؟ اول شي كانت عيلة السناجب قالوا له تعال تعال تسكن معنا، احنا منحب الجوز واللوز ومنطعميك ومنطلع ومنسكن على الشجر ونعمل بيت صغير بقلب الشجرة. قالهن الولد شكرا لكم كتير يا عيلة السناجب بس انا كبير حجمي وما بقدر اكون بقلب الشجرة، ما بقدر اعيش معكم. بعدين اجى النسر الكبير طار وهدى وقال تعال اسكن معنا، نحن فوق ساكنين فوق الشجر ولا حدا بقدر يجي لعندك، شو رأيك؟ قال له شكرا كتير شكرا كتير عمو النسر بس انا ما بعرف اطير وما بقدر اطلع على الشجرة، واذا طلعت اذا بوقع من فوق ما بعرف اطير ويمكن اعزي نفسي، ما بقدر اعيش معك. وهيك صارت كل حيوان يجي ويقول اجى الثعلب ومرته وولاده وقال له تعال اسكن معنا، احنا عنا خندق صغير تحت الارض دافي وبارد وكتير حلو، بالشتاء بتتخبى وبالبرد بتيجي عنا، وكمان بالصيف اذا بيكون كتير حم تتخبى من الشمس. قالهم شكرا كتير يا عائلة الثعالب بس انا ما بقدر اعيش تحت الارض ولازم اكون عايش فوق الارض. فهيك كل الحيوانات صاروا يقترحوا ما في حدا بيقدر ياخده لأنه هو ما بيقدر يعيش تحت الأرض ولا بقلب المي ولا على الشجر. بس هيك من بعيد أجت عيلة الدببة، الماما الدببة اللي هي كبيرة وكتير حنونة وولادها التنين الدباديب الصغار. قالت الأم الدببة قالت له ما تخاف انت لازم تيجي معنا لأنه احنا عنا بيت اللي هو كهف مثل هذا الكهف ومناكل فواكه برية اللي انت قدرت كلها، ومرات مناكل سمك أو عسل، وأنا رح أعلمك كيف تتخبى منيح وكيف تكبر وتمشي، وبالشتاء لما تبرد بتنام بين ولادي اللي هن فروتهم بتدفيك. فالولد انبسط وقال هاي فكرة حلوة كتير أنا رح أجي معكم. وهيك صار من اليوم أنا رح أعيش مع عيلة الدببة. والولد عاش معهم وعلمتهم الأم الدببة والولاد إخوته
علموه كتير اشياء صار يعرفها، صار يعرف اي فواكه ياكل واي فواكه ما ياكل، مع مين يحكي، مع مين يلعب، مين يتخبى، واهم شيء يعرف اذا في صياد بالغابه. بيوم من الايام كانوا ماشيين الام الدبه واولادها الدبب والولد. الام قالت اسمعوا ركزوا منيح، سامعين هذا صوت صياد عالي عم بسفر وماشي، هذا صياد مش شاطر، ما تخافوا منه. ومشيوا. باليوم الثاني مشيت هيك الدبة الأم وقالت اسمعوا هذا الصياد يعني مش كتير شاطر، بس كمان يعني هو احنا عم نسمعه، سمعين اجري عم بتخبط على الأرض، فما تخافوا منه امشوا. بس باليوم الثالث الأم الدبة كانت خايفة كتير وقالت لهم انتبهوا ما في صوت، يعني هذا الصياد اللي موجود اليوم صياد ماهر وممكن يصيدنا، فلازم ننتبه. وهي خلصت الجملة من هون وكلاب الصياد نطوا من هون، صار كتير خوف وصاروا يركضوا الدببة وأمهن والولد يركضوا بالغابة، وكلاب الصياد والصياد عم يلحقوهن وهم يركضوا وهم يلحقوهن، صاروا يركضوا يأسرعوا، وبآخر شي وصلوا لمكان مسدود ما في وين يروحوا. الولد تخبى بين الشجر والصياد حط البارودة بده يقوس الأم، قامل الولد نط من بين العشب وقال لا ما تأذيهم هدول عيلتي. فجأة صار في هدوء والصياد وقع البارودة من ايده وقال يا ايه هذا انت بعدك عايش، انا عمك ولا خلص مش رح اذيهم ما تخاف. فهيك الولد طلع قال انت عمي شو عم تعمل هون وليش تركتني؟ العم قال له انا متأسف كتير عملت غلطة كبيرة لما تركتك، انا رجعت بنفس الليلة ادور عليك بس لقيت انه المغارة الباب مفتوح وفكرت انه الحيوانات اكلتك، وكل يوم انا باجي ادور عليك بس ما عم بعرف الاقيك، سامحني انا عملت غلطة كبيرة. الولد ما عرف شو بده يقول، اطلع على الام الدبة على امه وعلى اخوته وقالهن شو بدي اقول. الصياد عمه قال له خلص تعال لازم تسكن معي ترجع، انا بوعدك رح اعاملك منيح ومش رح اعاملك زي كيف ما كنت عاملك قبل. بس الولد ما عرف شو بده يعمل وسأل امه الدبة شو اعمل. قالت له اسمع لما انت كنت وحيد ومحتاج وما عندك عيلة انا اخدتك وربيتك مثل ابني، بس انت انسان والغابة مش بيتك، يمكن أحسن ترجع وين أنت كنت، بس القرار برجع إلك، أنت وحدك اللي بتقرر. شو قلت؟ فهو فكر منيح، طلع على عمه وطلع على أخوته وطلع على أمه، بعدين قال أنا رح أرجع مع عمي، هناك بيتي، بس أنا رح أجي أزورك كل يوم بالغابة. وهيك صار، كل يوم كان يجي يزور الدبب ويهتم فيهن، وعمه صار يعامله كتير أحسن. بس كمان الولد قال لعمه أنا بسكن معه على شرط ممنوع بعد تصيد أي حيوان، ولا دبب ولا أي حيوان بالغابة. وهيك صار، الولد صار هو حارس الغابة وما خلى ولا صياد يصيد أي حيوان بعد اليوم. عمه كبر وصار ختيار وتوفى ما قدر يعيش، والولد سكن هو لوحده بالغابة بالبيت، وكان هو الحارس الأول والأخير للغابة. كل يوم كان يزور عيلته بالغابة، عيلة الدبب، ومرات هن ييجوا ويسكنوا معه بكم يوم بالبيت. وهاي كانت قصة الولد اللي عاش مع الدببة وكبر وضلوا إنسان وضلوا يهتم بالناس وبالحيوانات. وهاي القصة أنا لقلكو حكيتها رح تضل معكو، وإحكوها للي أنتو بتحبوه،
وحكوا له القصة ويمكن إذا بدكوا تزيدوا إشياء عليها كمان بنفع. هاي صارت قصتكو أنتو.